بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا فيكم إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات في الأسبوع السادس، المحاضرة السادسة يتبعها الفصل السادس من هذا المقرر. طبعا عنوان محاضرة اليوم هو The End Benefit Methods for Controlling Program Performance. لو نترجم هذه الكلمات إلى طريقة، يعني تعني طريقة القيمة المكتسبة للمنافع للتحكم بأداء البرنامج. يعني الهدف الرئيسي من هذه المحاضرة أننا كيف نتحكم ونسوي كنترول على المنفعة التي تم إنشائها في مرحلة بداية بدء البرنامج عشان نضمن تحقيقها. طبعا احنا لو بتتذكرون الفصل الرابع كان عن البروجرام انيشيشن اللي هو كيف احنا نبدأ البرنامج، الفصل الخامس كان يتكلم عن البنفيت مانجمنت بشكل عام. هذا الفصل طبعا هنا تكلمنا عن اللايف سايكل، دورة حياة المنفعة، وهنا تكلمنا عن اللايف سايكل حقت البرنامج هنا. اوكي، هنا الآن نتكلم عن كيف نسوي كنترول يعني نتحكم ونتابع ما تم إنشاؤه هنا وهنا لنضمن تحقيق المنفعة والفائدة النهائية. اوكي، فهذا الفصل يتكلم عن هذا الموضوع اللي هو متابعة الأداء لكي نضمن تحقيق المنفع، لكي نضمن إيش؟ تحقيق المنفع. طبعا في نقطة مهمة أبغى أبينها بحكم أننا طبعا إحنا ندرس في هذا الفصل الكنترول، how to control الخطط التي تم إنشائها للمنفعة. طبعا عشان نحقق منفعة بأعلى ما يمكن يجب أن أولا أن تكون، يعني لازم طبعا أتكلم عن هذا السلايد وش يقول، لازم أول شيء تكون عندنا خطة فيها جميع العناصر التي تم ذكرها سابقا في البرنامج، في بداية البرنامج وفي بداية دورة حياة المنفعة. أوكي، طبعا إذا وضعت خطة كويسة في عالم الإدارة أكيد نحتاج إلى تنفيذ جيد. أوكي، نحتاج إلى تنفيذ جيد، والتنفيذ الجيد دائما مقرون بتحكم ومتابعة لازم تكون برضو ممتازة. يعني هنا تتبع ممتاز، فإذا حققنا هذه المعادلة، الخطة كانت كويسة، التتبع ممتاز، التنفيذ كان حسب الخطة. طبعا اللي ضمننا أنه حسب الخطة هو موضوع التحكم والمتابعة. في هذه المعادلة راح يتم تحقق الفائدة أو المنفعة أو البنفيت اللي إحنا أصلا هدفنا من إنشاء البرنامج هو هذا الموضوع. اللي راح يساعدنا في هذا الشيء هو المصطلح أو التكنيك اللي راح ندرسه في هذا الفصل، وهو الـ N value. هنا طبعا في N value، في لنلخبط بس المشاريع، في الـ N value، طبعا هذه الـ N value للبروجكت، لكن أيضا عندنا N benefit technique effect اللي هي راح يحقق لنا قدر الإمكان الـ benefit realization. realization اللي هو تحقق والحصول على المنفعة. طبعا
يعني شوية كده بتعمق لكم في الموضوع أو بربط لكم بشكل أفضل عشان تفهمونه برضه بشكل أفضل. الـ N value management في المشاريع أكيد أخذتوها. الـ N value management هي علاقة الـ cost بالـ time. طبعا هذا الرسم اسمها S curve، وهنا هذا الخط هو يسمونه البيس لاين اللي هو البلان ما تم تخطيطه. لما يبدأ المشروع هذا الاكتوال، طبعا هذه النقطة هي البلان فاليو، البلان كوست او الميزانية. اوكي، فاللي في الأساس اللي نقيس عليه أداء المشروع هو هذا الخط اللي يسمونه ما تم تخطيطه. وأي لما يبدأ المشروع من هنا صفر، طبعا لما يبدأ يكون في انحرافات، لكن احنا في الأساس نمشي على الخطة، في الأخير نوصل للبلان الميزانية الأخيرة، وبناء عليه احنا نطلع المؤشرات كروز سي بي آي SPI وCPI وخلافه من المؤشرات. وهذه هي، وهكذا يتم قياس أداء المشروع. لكن حطوا في بالكم أنت وياه، هذا يقيس أداء المشروع لإيش؟ للمخرجات، ينتهي عند التسليم. وإحنا قلنا أن المنافع تختلف عن هذا الموضوع، يعني ممكن أنا أسلم مشروع وأنهي لكنه ما يحقق المنفعة اللي إحنا نبيها. لذلك هنالك طريقة أخرى طبعا تكون مرتبطة نوعا ما بهذه الطريقة، اسمها N Benefit Management، أخت هذه بس هذه، وهي نفس الشيء تمشي على Plant. هنا طبعا Plant بنفيت نفس اللي هنا، بس نسميها بلان بنفيت، وهذا البيس لاين حقها يتم بيس لاين. وهذا البيس لاين نسميه رياليزيشن بلان، اللي هو هذا خطة تحقيق المنافع. ولما يبدأ طبعا هنا بداية البرنامج إبداعات، بيصير هذا البيس لاين هو مقياس أدائنا، وفي الأخير لازم نوصل للبلان. طبعا هنا العلاقة بين التايم برضو والكوست، ممكن نضع أي مؤشرات. فموضوع الإيرن مانجمنت، القيمة المكتسبة، موجودة في أكثر من مجال في الإدارة، في المشاريع، وأيضا في البرامج والمنافع. أتمنى أني أنا قربت لكم الفكرة الأساسية. إحنا بنحاول نركز على هذا الموضوع، زي ما قلنا موضوع درسنا اليوم مو بس يتكلم عن الكنترول، برضو يبدأ لك الحكاية من البداية، من مرحلة الإنشاء تكون صحيحة المنفعة، إلى مرحلة الخطة، إلى مرحلة المتابعة، وبذلك نرفع نسبة ضمان تحقق المنفعة. وهذا هو موضوع درسنا اليوم. كانت هذه مقدمة بسيطة، لأنه أنا دائما أركز على المقدمات في الفصول. السبب إذا فهمنا فكرة الفصل everything makes sense في المستقبل، يعني تقابلنا عناوين كثيرة خلاص إحنا نعرف وش إحنا بالضبط قاعدين نقرأ أو ندرس، ونربط المعلومات مع بعض بشكل رئيسي. طبعا ايضا في هذا الفصل راح تمر علينا بعض الكلمات، بعض الادوات والمصطلحات اللي راح نتعرف عليها، زي الـ N benefit value، وايضا الـ benefit realization plan، وايضا احنا مرت علينا قبل الـ benefit management لايف سايكل. هذه المختصرات، يعني انا ما ودي اكتبها على هذا لانها بصراحه اول شيء خطي ما هو كويس،
بعدين تاخذ وقت طويل وانا اكتب. فهذه مختصراتها راح نطلع عليها في الفصل هذا ونفهمها ونفهم طريقه عملها لانها مهمه لنا في كنترول المنافع. اين بنفيت فاليو البنفيت رياليزيشن بلان والبنفيت بنفيت مانجمنت دوره حياه المنفعه. اوكي طيب نكمل نروح للسلايد اللي بعد. ما في شيء سلايد هذا. طبعا السلايد هذا يقول روح شوف سلايد الشكل. طبعا هذا الشكل وش هو؟ دورة حياة إدارة المنفعة. دورة حياة زي دورة حياة المشروع برضو المنفعة لها دورة حياة. خلينا نشوف نتعرف على هذه الدورة شوية كذا وندردش فيها. تبدأ المرحلة الأولى من تعريف وتحديد المنفعة benefit identification، تحديد وتعريف المنفعة. ننتقل هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تحليل وتخطيط المنفعة. ثلاثة تحقق المنفعة. وهنا في هذه المرحلة هنا التحقق طبعا benefit realization، هنا تحقق المنفعة، لكن هي لو تلاحظون monitor أكثرها من تعريف، يعني مش تنفيذ، هي مش عملية تنفيذ، هي عملية كيف إحنا نتابع اللي سويناه هنا عشان نضمن تحقيق المنفعة. فهي نسميها مرحلة تحقيق المنفعة، وتتخللها مراقبة ومتابعة وصيانة وتتبع المنفعة. في الأخير الانتقال benefit transition، يعني زي ما تقول ينتقل هنا المرحلة الرابعة، المنفعة تبدأ تنفذ وتحصد الثمار. هنا تحصد الثمار، هنا نحصل على المنفعة. عادة هذه المرحلة لما ينتقل البرنامج إلى الأوبريشن، أوكي، إلى الأوبريشن تقريبا. لأنه بعض الأكثر طبعا المنافع أكثرها دورة حياتها ما تنتهي عند تسليم المخرجات. شوف لو نقول لو نشوف البرنامج أحيانا مرحلة هذه دورة حياة المشروع، نقول لما تأتي، أنا ما ودي ألخبطكم بالشكل هذا، لحظة ثانية بس برجع. المرحلة الأوبريشن بس ببينها لكم، إنه بعد تسليم البرنامج، تسليم اللي هي بدورة الحياة الطبيعية للمشروع أو للبرنامج، تبدأ مرحلة الأوبريشن. مرحلة الأوبريشن هنا يتم فيها هذه المرحلة الانتقال. الانتقال طبعا لما يتم مثلا بناء مصنع لزيادة المبيعات، يبدأ المبيعات، أوكي خلاص يطلع من الموضوع من المشروع، يبدأ هنا مرحلة إدارة المنفعة نفسها لا زالت يديرها مين؟ العمليات. وهنا يقاس المبيعات ويقاس أشياء مؤشرات ثانية، هل هي فعلا تصب في المنفعة الرئيسية اللي هي زيادة المبيعات التي تصب في الأهداف الاستراتيجية لأن نكون أفضل شركة؟ طبعا إحنا ما نكون أفضل شركة إلا لما نكون أكثر مبيعات وأرباحنا زيادة. فالمنفعة ما تتحقق إلا يعني طبعا تمشي ستيب باي ستيب 10% 20% في المشروع نفسه هو ينفذ. لما يسلم المشروع ممكن يكون 50% منه خلص من المنفعة، وتكمل المنفعة دورة حياتها في الأوبريشن. فهذه هي دورة حياة المنفعة من تعريف. عيد من تعريف إلى تحليل وتخطيط المنفعة، إلى متابعة المنفعة وضمان تحقيقها، إلى نقلها للأوبريشن. راح نتعرف عن هذه الخطوات يعني بشكل تفصيلي أكثر في هذه المحاضرة، راح نفصل فيها بشكل أكثر.
في نقطة بس ببينها، أنه من أهم المراحل في دورة حياة المنفعة هو هذه المرحلة الـ Benefit Realization، وهي تعلمنا How to achieve المنفعة، المنفعة والفائدة. ننتقل إلى السلايد اللي بعده. هذا السلايد يتكلم عن نقطة أنه على أن المنفعة هي أساس البرنامج، ويجب تعريفها قبل البرنامج، وهي من تقود البرنامج خلال المشروع، وبناء عليه يتم تصميم البرنامج المناسب للمنفعة التي إحنا يعني نبيها ويتم تنفيذه. لو برسم لكم رسمة بسيطة أو مثال بسيط على هذا الموضوع، يعني وش يقول؟ يقول إنه إحنا لازم أول شيء نشوف المنفعة، بعدين نفذ البرنامج، مو نشوف البرامج ونضع البرامج بعدين نشوف المنافع اللي تناسبها. لا، المنفعة هي أساس البرنامج. لو أخذنا مثال زيادة الإنتاجية، تذكرونه، لشركة المياه، مثال المنفعة اللي نبيها زيادة الإنتاجية أو الطاقة الإنتاجية. طبعا عشان تزيد الطاقة الإنتاجية في أشياء كثير ممكن تسويها، في أفكار كثير وبرامج كثير تقدر تسوي. تسويق زيادة، تقدر تزيد قدرة الموظفين على الإنتاج بحيث أنهم يعطون أكثر، تقدر تبني خطوط إنتاج. يعني مو بشرط أسويهم كلهم، ممكن أي واحد منهم، ممكن اثنين على حسب إحنا ميزانيات الموظف، استراتيجيات، ممكن مش خطوط إنتاج، ممكن مصنع جديد كامل، ممكن أسوي جلب كفاءات، استقطاب. يعني عندي حلول كثيرة، كل واحدة من هذه تعتبر برنامج مستقل الحال. هذه الأمور إذا جيت بشتغل فيها وش تحتاج؟ لو سمينا هذه المنفعة، لو سمينا هذا الجزء المنفعة، هذا الجزء أبى أسميه الكومبوننت. تذكرون الكومبوننت اللي هي مكونات البرنامج. طبعا كل واحدة من هذه تتكون من أكثر من مشروع. الكومبوننت هو عبارة عن مشروع، أوكي؟ والبرنامج يتكون من أكثر من كومبوننت. بناء عليه يحتاجها أي برنامج من هذه، تحتاج إلى دعم، صح؟ ومتطلبات أسميها. قدرات، لازم يكون عندنا قدرات، يعني capability. هل لدينا الكابابلتي؟ وأيضا يجب عمل الدراسات والفيزابيليتي ستدي والبزنس كيس والفيزابيليتي ستدي لهذه لكل واحد منهم، عشان في الأخير هل إحنا نبدأ وننفذ هذه المنفعة أو لا. طبعا لازم نأخذ في الاعتبار، إحنا قلنا القدرات عندنا، لازم نأخذ في الاعتبار شغلتين في القدرات الداخلية. لازم أول شيء الداخلية، القدرات الداخلية زي مثلاً القوة البشرية، القوة التقنية اللي عندنا، الفلوس، القدرة المالية قصدي، والتقنية والبشرية والنوليج. وأيضاً لازم نأخذ الأمور الخارجية، وهي تتكون من المنافسين والعملاء. طبعاً هذا ستيب اللي هنا وتفصيلاتها، هو يعتبر سكور حق البرنامج، هو البوتوم اب ابروتش. يعني كاننا احنا جينا من تفاصيل المنفعه متجهين الى المنفعه، واحنا نحسب الكوست وسكوب حق في ناس يبدون في الحساب يسمونها اب تو بوتوم، من الاب هنا اعلى الهرم الى الاقل، في ناس ياتون من الاقل الهرم الى الأعلى ويربطون. طبعا كل هذا يربط في الأخير لما يبدأ البرنامج بعمليات
المشهور. كل هذا طبعا تأخذ من الوقت الكثير والجهد من مدير البرنامج، بحيث أنه يربط هذه الأمور كلها مع بعض لكي يكون عنده سكوب واضح. طبعا كل ما كان سكوب واضح والديفينيشن واضح من البرنامج والفيزيبيليتي ستادي والبزنس كيس والمتطلبات وجميع الأمور هذه ودورة الحياة والعمليات والاحتياجات لدورة حياة المشروع لتنفيذ المشروع، كل ما كان الحسبة واتخاذ القرار في هذه المنفعة صح، وكل ما زاد نسبة أيضا تحقيقنا وقياسنا للمنفعة بشكل دقيق. لأننا إحنا هنا مش قاعدين ندرس كيف أننا نضمن تحقيق المنفعة عبر الكنترول، عبر التحكم ووضع خطط ممتازة للمنفعة والتحكم فيها، يعني متابعتها ومراقبتها بشكل مناسب. ننتقل إلى السلايد اللي بعده. طبعا هذا السلايد مش يقول أنه تعريف المنفعة يجب أن يكون طويل المدى، ولكن في نفس الوقت البرامج تهتم أكثر بقياس إلى التسليم. شوفوا يعني تكلمنا في هذا الموضوع، البرامج دائما بحكم أنها project management أكثرها يفكرون إلين، يعني دورة الحياة إلين تسليم البرنامج. تسليم البرنامج المخرجات، نتكلم مش مخرجات المنفعة، مخرجات المشروع نفسه. هنا تبدأ يعني السلايد هنا يقول لا، لازم يكون في أشخاص أو إدارات تبدأ مهمتهم بعد تسليم المشروع لما تبدأ العمليات، وهو يعني قصدنا بعد التشغيل لضمان تحقق المنفعة إلى أبعد مدة تكون طويلة المدى، حيث أن التشغيل هو خارج نطاق البرنامج. يعني مدير البرنامج المفروض يهتم أكثر بالتكنيكال، تنفيذ البرنامج وتسليم مخرجات للبرنامج جيدة. بعد هذا التسليم المفروض يكون في جهة أو شخص معين أو إدارة تهتم بمتابعة تحقيق هذه المنفعة التي خرجت من المشروع هذا أو البرنامج. يعني إحنا قلنا، يعني لو برسم الرسمة هذه، لو هذا المايلستون حق التسليم، هنا التسليم، أوكي، هنا البروغرام كومبوننت نسميه دورة الحياة، هنا البروغرام كومبوننت أو البرامج أو طبعا المشاريع، هنا دورة حياة المشروع. ما لا نلخبط، ترى البروجرام كومبوننت هي ممكن يكون مشروع واحد البرنامج او مجموعه من الكومبوننت اللي هي المشاريع عشان تحقق المنفعه، مش مشروع واحد. هنا يبدا بعدها، هنا التسليم، هنا يبدا الاوبريشن. فعشان احنا نحقق منفعه طويله المدى لازم نفكر في الاثنين مع بعض، يعني ما نفكر هنا ولا نفكر هنا بس، لازم نربطهم الاثنين دائما. التسليم الجيد المطابق للشارت والمطابق للبزنس كيس والفيزابيليتي ستدي يكون عادة التشغيل بعده ممتاز. تسليم ممتاز، مخرجات ممتازة، يعطينا أوبريشن ممتاز. لذلك على مدير البرنامج تحديد وتعريف بعض النقاط المهمة لضمان تحقيق الفائدة طويلة المدى والتي تكون عادة خارجة عن نطاقه أحيانا. وهذه النقاط هي كالتالي، يجب تعريف هذه ويعني يركز على هذه النقاط. أول نقطة اللي هي الاستراتيجيك، يركز على الاستراتيجيك فوكس، الموضوع الاستراتيجي. يعني مش قصدنا، يعني يكون الرؤية واضحة والرسالة واضحة والأهداف واضحة جدا. الأهداف زي التوسع المستمر، إحنا اللي قلناه قبل كذا، مثلا زيادة الطاقة الإنتاجية، الوصول، يعني عارف، يعني نحدد الأهداف بوضوح ورسالة ورؤية واضحة. هذا رقم واحد. رقم اثنين business focus، لازم إحنا وإحنا نفكر في المنفعة أيضا نفكر
في أن المنفعة مربوطة بالاستراتيجية. يعني لما نحدد المنفعة نتأكد أنها aligned with strategy, بحيث أنها تعطينا يسمونها business focus, يعني إحنا قاعدين نركز على الكور بيزنس اللي إحنا نشتغل فيه. النقطة الثالثة business focus, لا ننسى أنه أي منفعة تحتاج إلى دراسة جدوى وبزنس كيس وأيضا operation, كيف إحنا بعدين لما تنتقل إلى نسميها مرحلة ongoing operation, فهنا لازم نحسب المنفعة بشكل دقيق ومساهمتها في قدرة المنظمة. البروجرام فوكس هنا برضو يجب طبعا تحويل المنفعة, هنا يتم تحويل المنفعة إلى مشروع أو مجموعة من المشاريع لخلق هذه المنفعة. البروجكت فوكس اللي هي التكنيك لتنفيذ المشروع الذي يحقق المنفعة, أي القدرة على تنفيذ المشروع وتسليمه عبر يعني المنهجيات والأدوات والأساليب لكي نضمن تحويله بعدين إلى منفعة عبر التشغيل, حيث يصب في الأخير في رفع قدرة المنظمة وتحقيق المنفعة. لذلك على المنظمة أن تقوم بالتفكير عند إنشاء برنامج, التفكير على كافة الأصعدة وربط هذه الأمور مع بعض. يعني أنت إذا صرت مدير تنفيذي أو مدير برنامج أو مدير محفظة, يجب أن تكون مرابط هذه الأمور, عندك ماتريكس مربوط فيها كل شيء, بحيث أنه قد أنت ما استوفيت كل عنصر حقه قد ما رفعت وضمن تحقيق المنفعة. اللي يعني أنت تفكر في جميع النواحي, عارف, ما تفكر فقط استراتيجيك ولا تفكر تكنيكال, تفكر في جميع النواحي, وهذا شطارة من المنظمة في تحقيق منفعتها. نروح السلايد اللي بعده. طبعا هنا بعد ما تكلمنا عن لايف سايكل حقة البنفيت, تكلمنا بعض, دردشنا عن بعض الأمور والعناصر اللي نركز عليها أثناء خلق المنفعة. هنا نتكلم عن البنفيت أسسمنت. طبعا نقدر نسمي هذه الخطوة هي البنفيت ايدنتيفيكيشن, أقدر أسميها اللي هي أول خطوة في خطوات تعريف دورة حياة المنفعة, ممكن أسميها هذا الاسم. طيب وش يصير في الأسسمنت؟ وش يصير هنا في الفيس؟ هذا فيس واحد نقدر نسميه أول خطوة اللي هو فيس ون اللي هو البنفيت ايدنتيفيكيشن. طبعا هذا يأتي بعد تعريف الرؤية, يتم يعني بعد ما يكون عندنا رؤية وأهداف ورسالة واضحة وأهداف استراتيجية واضحة, يتم تقييم المنفعة التي تقودنا لهذه الرؤية. تذكرون يوم تكلمنا عن الوضع الحالي والفيوتشر والمستقبل الناو وهذا الفيوتشر, وقلنا هنا في تشينج, اوكي, والتشينج هذا الانتقال هذا عبر المنافع, عبر تحقيق المنافع, هذه رؤيتنا, اوكي. فهنا احنا خلقنا منافع وخططنا لها في سبيل اننا نمشي ونحقق هذه المنافع ونصل الى الوضع المستقبلي. فهنا وش يقول هنالك ثلاث خطوات يجب اخذها في الاعتبار في هذه المرحله في البدايه, وخطوات يعني معروفه اتوقع بالنسبه لكم. اول خطوه تكلمنا فيها سابقا اللي هي الرساله, الرؤيه والرساله. قلنا يا اخوان خارطه الطريق للمنظمه هي رؤيتها ورسالتها واهدافها, كل ما كانت واضحه كل ما كان خططنا وعمليات تنفيذنا ومواردنا محفوظة وإحنا ماشيين في الطريق اللي إحنا رسمناه من البداية. طبعاً هذه الخطوة هي زي ما تقول مسؤولية المكتب التنفيذيين في الشركة, مدير التنفيذي أو يسمونه المكتب الاستراتيجي
أو الإدارة الاستراتيجية أو أعلى الهرم المالك وغيره. فالخطوة رقم واحد أول شيء يكون عندي develop mission statement واضح. ليه؟ لأنه إذا كان عندي أهداف واضحة ومشن واضحة مشاريعي راح تكون وبرامجي راح أقدر أخلق شيء واضح برضو لتحقيقه. نروح اثنين، تعريف المنفعة. طبعا في هذه الخطوة وش يصير؟ يتم ربط المبادرة أو البرنامج بالهدف الاستراتيجي والرسالة، بحيث أننا يتم تقسيم الهدف الاستراتيجي إلى منافع أصغر، يعني إلى مجموعة من المنافع. يعني لو كان عندي هدف كبير أقسمه ممكن إلى مجموعة من الكومبوننت والمشاريع بحيث تحقق كل واحدة منفعة، في الأخير يصبون كلهم في الهدف. طبعا زي ما سوينا برضو مثال شركة المياه، كان عندنا أهداف كثيرة، كان عندنا أهداف رسالة واضحة، بعدين طلعنا منها أهداف والأهداف طلعنا منها مشاريع. هذه هي اللي احنا نقصده. طبعا بعدها يتم ربط هذه المشاريع بشبكة مع يعني كل مشروع بمنفعته بالرؤية والأهداف والقدرة، يعني زي ما تقول ربط جميع النقاط من الرؤية والرسالة والأهداف إلى البرامج، وكل برنامج في الكومبوننت أو المشاريع اللي داخله، وكل واحد وش منفعته، بعدين نرجع مرة ثانية وصف في الرؤية. كلها هذه تكون مربوطة في بعض. فلما نعرف المنفعة لازم نربطها بالهدف الاستراتيجي. نروح للنقطة الثالثة، assess benefit يعني qualitatively يعني نوعيا، تقييم المنفعة نوعيا. وهي طبعا في شيء اسمه تقييم نوعي أو تحليل نوعي، وفي شيء اسمه تحليل كمي. وش فرق بين النوعي والكمي؟ لما نقول نوعي هو تقريبي، يكون بناء على خبرة سابقة، يعتمد على يعني التجارب السابقة تقريبا، يعتمد على التخمين، فهو غير دقيق 100% لكنه في الأخير ممكن يساعدنا في اتخاذ القرار بشكل سريع. الكمي طبعا هي لما نقول إحنا نقيم شيء كمي، نقيمه بناء على أرقام حقيقية وواقعية بحيث يساعدنا على نتائج أدق في المستقبل. الخطوة الأولى هي يعني نوصل للكمي إحنا، لكن بنتكلم الآن عن تقييم النوعي. طبعا هذه الخطوة تساعدنا كثير لأخذ اعتماد الموافقة لبدء البرنامج، حيث أن التحليل النوعي زي ما قلنا يعتمد على الوزن النسبي. هذا الوزن النسبي يعتمد برضو على خبرة التنفيذيين على وضع. ممكن أنا أضع الوزن النسبي ثقل هذا أهمية هذه المنفعة أعطيها 5 من 10، في واحد ثاني يقول لا هذه المنفعة مهمة لدرجة أنها أعطيها 8 من 10 أولوية أكثر. فهذا نسميه تحليل نوعي، وإعطاء وزن لكل كومبوننت، كل مشروع، لكل منفعة ومدى. طبعا هذا الوزن يعتمد على إيش؟ يعتمد على جاذبية ومساهمته في الهدف الاستراتيجي. مش بس كده، قد يعتمد على عناصر ثانية زي المخاطر، زي القدرة الكابابيلتي يسمونها، القدرة الحالية التي عندنا. أحيانا عندنا مبادرات وأفكار كثير بس ما عندنا القدرة ننفذها، هذا يضعف وزنها. اوكي، طبعا هذه الخطوه تتم في البروجرام انيشيشن، في البيزنس كيس الاوليه. وطبعا هي عباره عن حسابات اوليه تقنعنا بضروره بدء البرنامج واخذ الموافقه. فلناخذ الموافقه عشان نبدا بشكل مبدئي يجب ان نحسب حسابات كذا سريعه، هل هذه المنفعه ضرورية ومساهمة وجذابة لنا، وهل عندنا القدرة لننفذها، وهل المخاطر
عائق لنا ولا ما هي عائق لنا؟ ننتقل إلى سلايد. السلايد هذا يتكلم عن البيزنس كيس كخطوة مهمة في بداية أي برنامج. البيزنس كيس هو مهم جدا، يساعدنا كثير في اتخاذ القرار هل إحنا نحتاج هذا البرنامج أو لا، وهل لو احتجناه أوكي هل عندنا القدرة على تنفيذه أو لا، وهل في منفعة فعلا لنا أو لا. فهذه الخطوة نقدر نسميها، أنا أقدر أسميها بحكم أننا تكلمنا هنا من النوعي، التحليل النوعي لانطلاقة البرنامج بحيث نطلع أرقام مبدئية تقنعنا، هنا نقدر نطلع أرقام دقيقة، هنا أقدر أسميها التحليل الكمي. نبدأ نحول بعد ما إحنا شفنا أن الأمور بعد اجتماعاتنا وبعد جلستنا وبعد مناقشاتنا وإعطائنا وزن لبعض العناصر التي اتخذنا عليها قرار بدء البرنامج، خلينا نحسبها بالأرقام عشان باي بوك كذا نمشي عشان نتأكد 100% أن المبادرة هذه لو أنشأناها فيها منفعة حقيقية، ما نكتفي بس بالنوعي. فأقدر أسمي هذه الخطوة التحليل الكمي، وهي عبارة عن numerical estimate of benefits. جاهز هنا مكتوبة benefit numerical estimate of المنفعة. طبعا هنا لو نشوف النقطة الأولى اللي يتكلم عنها، يتكلم أنه في البداية يجب تحديد احتياجات وموارد المشروع ومكونات البرنامج بدقة، وهذا تكلمنا عنها سابقا. النقطة الأولى تحديد جميع الكومبوننت والاحتياجات حق المشروع، وش نحتاج عشان ننفذ هذا المشروع، ممكن تكلفة المشروع. التكلفة طبعا يدخل في جميع الريسك لتنفيذ، والموارد البشرية والمالية والتكنولوجية لتنفيذ هذا، زي ما تقول دراسة الجدوى، دراسة ممكن الجدوى. اثنين، موضوع الربط، يجب ربط جميع المنافع مع متطلبات المشروع، يعني التسليمات حقة المشروع نفسه يجب أن تكون مربوطة مع المنافع، متطلبات المشروع مربوطة، وهي عبارة هذه الماتريكس يسمونها Component Benefit Matrix. معناها كل مشروع، يعني لو فرضنا أن عندنا البرنامج نقول المنفعة لو قلنا المنفعة عشان نحققها تحتاج برنامج اوكي او مبادرة، المبادرة فيها كومبوننت او مشاريع عدة، يجب ربط كل واحدة من هذه في المنفعة عن طريق كومبوننت بنفيت ماتريكس. هذا مصطلح هذا يعني فيه. نروح للسلايد اللي بعده. طبعا هذه النقطتين في البيزنس كيس مهمة، وأيضا هنا برضو في بعض النقاط الأخرى، تحديد الوحدات التي سيتم الوحدات التي سيتم قياس المنفعة فيها، زي التكلفة والوقت والنطاق، وربطها بالبالانس سكور كارد. بالانس سكور كارد هي طريقة جميلة لتقسيم موارد والكور بيزنس حق المنظمة، يعني اللي بيدخل المجال التنفيذي في المنظمات ضروري ضروري جدا أن يكون عنده هذا الموضوع، يعني تقسيم الموارد إلى مثلا مالية وبشرية وتكنولوجية وغيرها، يعني على لها أقسام محددة. فإحنا نربط المخرجات حقة البرنامج والمشاريع بالمبتغى اللي موجود والتقسيم الرئيسي للكور بزنس للشركة والتشغيل والأوبريشن، وهذا يساعدنا لضمان مساهمة المنفعة في استراتيجية. يعني البالانس سكور كارد
مخرجات المشروع وربطهم مع بعض يساعدنا في ربطها باستراتيجيات المنظمة. هذه النقطة تتكلم عن لكي تحديد مؤشرات النجاح للمشروع ومحددات النجاح للمنفعة. أوكي، مؤشرات النجاح للمشروع زي الوقت والتكلفة والنطاق، وأيضا محددات النجاح للمنفعة زي الريتيرن اون انفستمنت. دائما المنفعة تكون في الأخير عادة يعني أكثرها ربحية، ربحية يعني للشركات. فإحنا نحدد هذه المؤشرات للمشروع وللمنفعة في دورة حياة المشروع وفي دورة حياة المنفعة. ننتقل الآن للسلايد اللي بعده، وهذه المرحلة الثانية بعد تعريف وتحديد المنفعة. يتم عمل خطة لهذه المنفعة لتحقيقها ونسميها Benefit Realization Planning. في هذه المرحلة بعد البزنس كيس accepted، بعد ما يتم قبول البزنس كيس وعمل دراسات الجدوى وأن المنفعة هذه مربوطة بالاستراتيجيات عندنا وعندنا القدرة على تحقيقها المالية والبشرية والمخاطر حقتها يعني مش عالية بحيث أننا ممكن نفشل في تحقيقها في المستقبل. فننتقل إلى هذه المرحلة، البزنس كيس أكسبتد، ننتقل إلى هذه المرحلة عمل خطط. الحين نسوي خطط، تونا ما نفذنا ولا شيء بس نسوي خطط. هذه هي خطة تحقيق المنفعة. هذه الخطوة تقوم بربط إيش؟ مخرجات البرنامج المشروع يعني إدارة مشاريع بالعائد على المنظمة اللي هي المنفعة. يعني نربط بين الـ Benefit Management Life Cycle مع الـ Program Management Life Cycle. عشان نسوي هذه الخطوة نحتاج أننا نركز على العناصر التالية. العنصر الأول الترابط بين مكونات البرنامج اللي هي الاعتمادية. وش يقصد بالاعتمادية؟ مو إنه المخرجات تعتمد على المنفعة كده، لا، أحيانا يكون عندي المنفعة لها أكثر من مشروع، لكن المشاريع هذه ما نقدر ننفذها في وقت واحد، تحتاج بعض المشاريع أننا ننتظر مشروع يخلص عشان نبدأ. يعني مخرج مشروع يعتمد على المشروع اللي قبله، وهذه يسمونها الاعتمادية. ومشاركة يعني يساعدنا أيضا في مشاركة الموارد بين المشاريع. في الأخير الهدف منها يعني أن نعرف أن الكمبوننت حق البرنامج هذه ترى في بينهم اعتمادية. رقم اثنين اللي هي Prioritize، ترتيب أولويات المشاريع حسب المؤشرات اللي أنا أضعها في المنظمة. طبعاً ترتيب الأولوية معناها إعطاء أولوية للمشاريع والبرامج التي تهمنا أكثر بحيث أننا نعطيها موارد ونركز عليها بشكل أعلى، وهذا يعتمد على مؤشراتنا. ممكن مؤشر القيمة، ممكن الريتيرن اون انفستمنت، ممكن المخاطر، ممكن الوقت، ممكن التكلفة، ممكن أشياء كثيرة نضعها على حسب المؤشرات اللي. فطريقة تصنيف وترتيب الأولويات مهم جدا. نعطي الأولوية للكومبوننت أو المشروع أو البرنامج اللي يعطينا منفعة أكثر. رقم ثلاثة اللي هي تطبيق خارطة الطريق على المشروع وتحديد المعالم الرئيسية. طبعا أعلمكم خارطة الطريق هذه مهمة جدا. أي مدير برنامج في العالم يحتاج كثير يركز على خارطة الطريق، الرود ماب. يعني هي زي ما تقول أنت قاعد تمهد وتسوي طريق عشان كل ما تمشي يكون الطريق كويس وتمشي بشكل سليم للهدف. هذا الرود ماب طبعا هو عبارة عن تحديد، يعني الرود ماب ينقسم إلى أقسام كثيرة، شبكة يعني كبيرة، بس ببينها لكم لأهميتها بصراحة.
الرود ماب، خارطة الطريق، وهو شغل مدير البرنامج الأساسي. في البداية لازم كل الأهداف تكون واضحة، كل الأهداف الاستراتيجية واضحة عنده، واضحة واضحة ومشبوكة بالرؤية والرسالة. اوكي، دورة حياة المشروع واضحة، دورة حياة المنفعة واضحة. هذا كله دورة حياة المشروع ودورة حياة المنفعة، كلهم يجب أن يضع لهم زي كذا، نحط لهم أساس هنا نسميه أساس دعم. لازم أن يحدد المنهجيات، لازم يحدد طريقة تحديد الموارد، طرق معالجة المخاطر وإحنا ماشيين، التصعيد الأكسلريشن بروسيس في بعض الأمور، الكوميونيكيشن بلان، الاي تي سبورت. هذا ما يطلع الحين الاي تي سبورت، ديزيشن الحوكمة، القرارات، المعالم، المعالم الرئيسية اللي فيها تسليمات، الدروس المستفادة، هذا كله مربوط، كله هذا مدير برنامج، هذه وظيفته، كل هذا يكون مربوط مع بعض، كأنك أنت ماشي في طريق وأنا قاعد أمهد لك الطريق. فأي يصير أي هدف جديد على طول نصبه هنا منفعة، نسوي له منفعة ونسوي له دورة حياة، بعدين نشبكه باحتياجاته ونمشي على حسب دورة الحياة اللي احنا وضعنا. كل هذا فيه منهجيات اللي هي هنا أساليب، أدوات، تدريب، عارف دورة الحياة، في ناس دورات حياة ثلاث مراحل، في أربع، في خمس، في ست، في عشر، على حسب المنظمة. هذه يسمى خارطة الطريق. هذا يعني مهم جدا، وهو صلب حتى إدارة البرامج، هذا من أهم الأمور اللي يركز عليها. يعني أول ما تتعين كمدير برنامج تسوي خارطة الطريق، هذا قاعدة من الآن. طبعا خارطة الطريق تختلف، قلنا منظمة منظمة حسب قدرات هذه المنظمة. أنا دائما أركز على هذا الموضوع، لأنه هو أول شيء يسويه مدير البرنامج بعد قياس الأسسمنت حق الماتيوريتي للمنظمة، يبدأ بعمل خارطة الطريق. نروح السلايد اللي بعده، نكمل العناصر المطلوبة في خطة تحقيق المنفعة. هذه عناصر نكملها، نكمل يتكلم عن عمل خطة إدارة المنفعة. هنا أيضا ربط خارطة الطريق للمشروع ببعضها، تكلمنا عنها قبل شوي. هنا this plan allows the comprehensive curve to be developed، وتكلمنا عن هذا الكيرف اللي هو earn benefit value. هذا الكير يعني لازم احنا نسوي، بعد مو سوينا خطة مشاريع ما نعمل لها خطة baseline، بعدين هذا نسميه الـ earn value management، نقيس فيه الـ KPIs حتى المشروع، كذلك في الـ cumulative benefit curve اللي هو الـ earn، هذا هو الـ benefit، وهذا هي المخطط واللي يقيس عليه مدى تحقيقنا المنفعة، وهنا يساعدنا في الكنترول، يجب تحديده يعني. هنا يتكلم this defines how earned value and benefit and the accumulative benefit curve are applied for the specific program، وهو عبارة عن يعني لما نسوي شكل الـ earned value للمشروع، تكلم وش يقول لما نسويه. اوكي،
برضو نسوي واحد معه هنا البلاند فاليو أو القيمة ميزانية المشروع، برضو نسوي واحد معه اللي هو البلاند بنفيت، يمشون مع بعض المفروض. يعني المفروض إذا مشى كده واحد الثاني يمشي معاه زي كده، عارف يعني؟ بمجرد أنا أمشي وأنفذ وأسلم المفروض المنفعة قاعدة تزيد معاي. أوكي، في نقطة هنا ودي أوضحها، يمكن ذكرتها سابقا، اللي هي طبعا أتكلم عن هذه النقطتين المهمة، أتكلم عن الأد فاليو تكنيك، البنفيت فاليو تكنيك. هذه الخطة تعطي موافقة انطلاقة بسبب أنها تقارن التكلفة مع الفائدة، لذلك يجب اعتمادها قبل مرحلة البدء. طبعا كل الخطط تساعدنا كثير، تذكرون يعني في المشاريع عشان نبدأ ننفذ لازم نسوي كيك أوف ميتينج في حالة اعتماد الخطط نبدأ ننفذ. نفس الشيء في المنفعة، في حالة اعتماد خطط تحقيق المنفعة نبدأ ننفذ هذه المنفعة، وكأن هناك في تشابك ما بين المنفعة والمشروع. لو برسم عشان بس ما أضيع فأخليكم تضيعون، بشرح لكم هذا. تذكرون دورة حياة المنفعة كان فيها، دورة حياة البرنامج فيها بري انيشيشن اللي نضع فيها الرؤية والرسالة، بعدين هنا في معلم، هنا مرحلة الانيشيشن البرنامج انا اتكلم. اوكي، بالنسبة للمنفعة متى يتم تعريفها في مرحلة، هنا تعريف المنفعة في مرحلة الانيشيشن للبرنامج، كما لخبطكم. وأيضا يتم وضع، طبعا احنا لو كملنا دورة حياة البرنامج، هذه دورة حياة البرنامج وهذه دورة حياة المنفعة. هنا قلنا بري، هنا الانيشيشن، هنا تنفيذ البرنامج. مرحلة الانيشيشن فيه تعريف المنفعة، وأيضا فيه بلان realization خطة تحقيق المنفعة. الاثنين ذولا مع بعض، بناء عليه هنا go نسميها or no go، هو نفسه الكيك اوف ميتنج. الكيك اوف ميتنج والgo no go gate او الريفيو، هذا هنا نبدأ نقول احنا فعلا نبدا ننفذ هذه المنفعه وهذا البرنامج او اوكي. فدوره حياه البرنامج متشابكه زي ما شفنا مع دوره حياه المنفعه في بعض النقاط. اوكي، هنا يتم الريفيو للخطط وعمل الموافقه للتنفيذ. هنا التنفيذ السيت اب تذكرون البرنامج هذه المرحلة. فحاولوا قدر الإمكان أنكم، يعني أنا قاعد أبينها لكم وأربطها بشكل واضح بإذن الله عشان تتخيلون لما أنت تسوي دورة حياة البرنامج وين تتقاطع مع دورة حياة المنفعة. هنا يتم قلنا اعتماد خطة تحقيق المنفعة، يتم فيها ريفيو جلسة من جميع أطراف المصلحة، أصحاب المصلحة المؤثرين، ويعتمد إطلاق هنا يتم اعتماد إطلاق البرنامج. طبعا قلنا المرحلة الأولى البزنس كيس، يتم الموافقة على دراسة هذا البرنامج بناء على المنفعة. هنا يتم اعتماد الخطط والتنفيذ في هذه المرحلة. أوكي، نروح لهذا السلايد. لازلنا احنا في الرياليزيشن بلان المرحلة الثانية،
بعد تعريف الخطة، بعد تعريف المنفعة وتقييمها، نروح نسوي لها خطة لازلنا فيها. هنا يتكلم يقول طبعا مرحلة تحقيق المنفعة تكون يعني مترابطة ومتعددة وأوفرلاب، يعني ongoing، يعني يتم تحديدها باستمرار وتنفيذها وتكون مترابطة، يعني خطة تنفيذ المنفعة مترابطة مع خطة تنفيذ البرنامج. وأي تحديث هنا يتم تحديثه في الجهة في الأخرى. نشوف السلايد اللي بعده. لازلنا في، طيب متى يتم يعني يتحول البرنامج يبدأ تشغيل؟ متى يتم تحويل البرنامج ويبدأ تحقيق المنفعة؟ زي ما رسمت الرسم اللي تو، برسم رسم ثانية. هنا لما تنتهي الخطة والتنفيذ يبدأ، هنا طبعا تسليم البرنامج، هنا تسليم، معلش لو احنا ماشيين كده، اوكي هنا التسليم، هنا البرنامج او المشروع، هنا المنفعه، لو احنا ماشيين كده هنا التسليم، صح، تسليم النهائي لمخرجات المشروع. يبدا من هنا الخطه، نفس الرسم اللي قلت لها لكم، سويتها لكم قبل شوي. يبدا الرياليزيشن هنا كومبليت، تنتهي هذه المرحلة بنهاية البرنامج، وبعدها يبدأ التشغيل في هذه اللحظة، يبدأ التشغيل في هذه اللحظة. هذه الخطوة تعني أن تسليم مخرجات جيدة يؤدي إلى الحصول على منافع حسب ما خطط لها. يجب في هذه المرحلة أخذ موافقة إنهاء البرنامج. أيضا هنالك في هذه المرحلة ريفيو لدورة حياة البرنامج، وتعتبر انطلاقة لتحقيق المنفعة. أوكي، شفتوا التشابك هنا، في تشابك ثاني بين المنفعة والبرنامج، دورة الحياة. ننتقل إلى هذا السلايد، هنا يتكلم عن نفس الموضوع. عند بدء الأوبريشن، العمليات بعد إقفال البرنامج، يبدأ عمل متابعة وقياس مدى تحقق المنفعة، وذلك عن طريق الـ Earn Benefit Management اللي هي تطبيق ما خطط له الـ Realization Plan مع الـ Actual، التنفيذ الفعلي، نسميه الـ Earn Benefit Technique. ننتقل إلى السلايد اللي بعده. السلايد هذا يتكلم عن عن الـ Earn Benefit، كيف يتم إنشائها، تخطيطها، تطبيقها خلال البرنامج. طبعا يعيد نفس الكلام، تقريبا هي ملخص لعملية إدارة المنفعة وكيفية ضمان تحقيقها. نفس الشغل، رجعنا من أول جديد، الـ Benefit، المرحلة الـ Benefit Assessment. ففي السلايدات فيها إعادة، وفي الإعادة إفادة. هذه الخطوة عبارة عن تعريف وتحديد المنافع بدقة ووضوح لكل برنامج تم إنشاؤه، ذلك عبر الخطوات التالية. يعني في المرحلة الأولى، خلونا نعيد بعض النقاط اللي ذكرناها سابقا وممكن نضيف عليها زيادة في مرحلة تعريف المنفعة. Develop Mission Statement تكلمنا عنها، تعريف المنفعة تكلمنا عنها، assess benefit بالتحليل النوعي تكلمنا عنها، تكلمنا عنها بالتفصيل، ثلاثة دول. فهذه هي المرحلة الأولى. هنا سلايد يتكلم عن تحديد الرسالة وتحديد المنفعة، وتكلمنا عن الوضع الحالي ومقارنته في المستقبلي، وش نحتاج لتحقيق الرؤية. هنا أيضا يعني هذا سلايد مكرر كثير، يتكلم عن الكابابلتي، يتكلم عن الشينج،
وصلنا الرسمة حقته. طبعا الهاي ليفل ديبريشن هي الرسالة رسالة المنظمة. ننتقل إلى السلايد هذا. السلايد يتكلم هنا عن التحليل النوعي. تذكرون يوم قلنا نعطي وزن لكل كومبوننت في البرنامج اللي احنا نبي المنفعة منه، ونعطيه هاي ميديوم لو. يعني هنا يتم تقييم المنفعة نوعيا بهاي ميديوم لو. هاي طبعا مرتبطة بشكل كبير، مهمة جدا، مساهمة أكثر في استراتيجية المنظمة. وقلنا هذا التقييم يعتمد على العناصر التي نضعها احنا، زي القدرة، قدرتنا احنا في تنفيذها، مدى جاذبيتها وتأثيرها في الهدف الاستراتيجي، ودراسة الجدوى تكون في منفعة يعني فعلا، والمخاطر. طبعا أيضا يتكلم هنا في السلايد هذا عن البزنس كيس. تكلمنا عنها في المرحلة الأولى، قلنا نسوي البزنس كيس اللي هي quantitative analysis، ويبين لنا هذا البزنس كيس أيضا لماذا إحنا نحتاج المشروع، ويعمل لنا return on investment analysis، والتكلفة والعائد والمبيعات، يعني جميع الأمور اللي تخليني أنا أتأكد إن فيه فائدة لي أعملها هنا رقميا. أيضا راح يبين لي كيف نرفع قدرتنا في المستقبل، how to، يعني هل المنفعة هذه راح ترفع القدرة حقتنا في المستقبل أو لا، تبينها في business case رقميا. نروح سلايد هذا برضو، هي نفسها خطوات البزنس كيس كأنها معادلة، يعني مراجعة تبروها الكلام السابق. خطوات البزنس كيس ديفلوبمنت، طبعا البزنس كيس يهمنا فيه أننا نعمل دراسة جدوى رقمية يحددها زي ما قلنا الجانب التقني والقدرة والريسك والريتيرن والانفستمنت ومدى جاذبية هذا المشروع للهدف. طبعا ما نقدر نسوي هذه الدراسة للبرنامج، اوكي، يعني لما اجي لما عندي منفعة تكون، اوكي، بس ابي لما تكون عندي منفعة معينة، المنفعة هذه يحققها برنامج ذكرتها انا سابقا معين، لازم احدد الكومبوننت او المشاريع، وكل واحد منهم راح يعمل له دراسة جدوى. دراسة الجدوى هذا يبين فيها كل شيء ممكن يساعدني في تحديد مدى مقدار المنفعة اللي راح ترفع قدرة المنظمة في المستقبل. هذا كله مع بعض لازم يصب في الأخير المنفعة، واللي هي أصلا تصب في الهدف الاستراتيجي. طبعا بعدها تكلمنا فيها مرة ثانية، نعطيها نرتب الأولويات على حسب وش هو الأولويات، على حسب برضو العناصر. احنا إذا حددنا الكومبوننت نعطي كل كومبوننت أولوية على حسب إن العناصر اللي هي prioritize، تذكرونها benefit matrix تكلمنا عنها سابقا، على حسب إحنا المؤشرات التي نضعها، مالية، ريسك، مخاطر وغيره، حسب إحنا رؤيتنا اللي هي component benefit matrix، نسميها component benefit matrix. فنحرص على أداء هذه العناصر يا أخوان. نروح للمرحلة الثانية اللي هي business case development، توني متكلم فيها. تحديد المشاريع والكومبوننت، ربطها، وضع مصفوفة، بعدين استيميت الكومبوننت، كوانتيفاي البزنس كيس. نفس هي الخطوة اللي قبل قلناها ذكرناها. طبعا بزنس كيس هو كوانتيتيف اناليسيس، خذوها قاعدة، اوكي،
identify benefit دائما نسوي فيها qualitative مبدئي لأخذ الموافقة المبدئية. اوكي quantitative أخذ الموافقة النهائية. business case لها يعني أهمية كثير في عالم المشاريع. وهذه المراحل هنا map benefit وهي عبارة عن ربط. هنا يتم سوى هذا التكنيك مرة ثانية الآن مكرر سلايد ربط المبادرات ربط المشاريع اللي هي الكومبوننت حقت البرنامج أو المنفعة بالأهداف الاستراتيجية حسب مساهمة المنفعة وجاذبيتها للرؤية والأهداف الاستراتيجية للمنظمة. في شكل هنا يبين على التحليل النوعي يبين التحليل النوعي. هذا هو الويتنج يسمونها ويتنج. ممكن ناخذ عليه مثال في المحاضرة الجاية تطبيقي في الوركشوب حق يوم الخميس. طبعا كل احنا قلنا لازم نعطي نرتبها على حسب الجاذبية الكومبوننت المشاريع. كل ما كانت تأثر اكثر في الاهداف جاذبيتها اعلى تكون ونهتم فيها اكثر ونعطيها موارد اكثر. فلو شفنا هذه المنفعة تتكون وهذا البرنامج يتكون من أكثر من مشروع. هذا مشروع 1 2 3 4 5 6 وهذه المنفعة لكل يعني المشروع الأول لو قسنا لو عندنا 3 منافع رئيسية في المنظمة مساهمته أهميته 1 هذا أهميته 3 للمنفعة 2 أهميته 0 المنفعة 3 أوكي وهكذا. هذه هي الماتريكس أو النومينيت. هنا يتم عفوا ترتيب الأولويات حقت المنافع عفوا الكومبوننت بناء على ربطها وجاذبيتها للاستراتيجية وربطها جاذبيتها بالاستراتيجية تعتمد على المنفعة. طبعا في الأخير يعطيني وزن نسبي زي ما تشوفون هو عبارة عن قسمة العدد نفسه على مجموع اللي موجود يعني 1 تقسيم 1 2 3 4 تقسيم 4 يعطيني 25 2 تقسيم 4 المجموع يعطيني 5 بحيث في الأخير كلهم يعطوني 1 وهذا يحدد لي ترتيب أولويات. يعني هنا المشروع رقم 2 هذا مهم جدا للمنفعة B1 فلذلك أركز عليه. هنا أعلى واحد كان هنا المشروع C component C بحيث يأثر على المنفعة بينما C لا يوجد أي عامل مشترك مع المنفعة لا 1 و3. هذه المصفوفة مهمة جدا وتعمل في بشكل نسبي يسمونها weight method اللي هي تختص بالqualitative analysis. لازلنا الآن إحنا في المرحلة business case ننتقل إلى define benefit metrics اللي هي تحديد الوحدات. هنا يبدأ مرحلة الكوانتيتيف أناليسيس التحليل النوعي. في البداية يجب تحديد الوحدات لبناء المصفوفة. طبعا هذا التحليل دقيق بحيث أنه يساعدني في التنبؤ وتخيل المستقبل بشكل أفضل. كل ما كان عندي أرقام كل ما كان عندي قرارات صائبة. هنا يتم بناء المصفوفة قلنا بحيث يتم تحويل نتائج التحليل النوعي إلى أرقام عبر التحليل الكمي. يعني هذه مرتبطة بالتحليل النوعي بحيث نتأكد من نتائجنا في التحليل. عفوا هذه عبارة عن أرقام في التحليل الكمي تترجم النتائج في التحليل النوعي وتعطينا الأوكي بشكل أكبر حيث يتم قياس كل منفعة وحسابها بشكل مستقل. وهذا يعطينا فوركاست زي ما أنتم شايفين بحيث أننا نتخيل
الخطة حقتنا كيف تمشي عشان نمشي عليها، بعدين نقيسها بشكل مستمر لتحقيق المنفعة. ننتقل إلى السلايد هذا. السلايد هذا طبعا بارت 2 من الكوانتيتيتيف اللي هو دراسة الجدوى، يتكلم حيث يتم قياس القدرات، يعني عمل دراسة جدوى في المبيعات والأرباح والتكاليف بلخ، والتي يتم رفعها من قبل مشروع قياس المنفعة باليونت. يعني قصد أن الوحدات تقاس، يعني التكاليف تقاس بالأرقام. نروح للسلايد اللي بعده في البيزنس كيس. طبقنا في البيزنس كيس صح؟ إيه، في البيزنس كيس ديفلوبمنت. آخر سلايد هذا خاص فيه اللي هو استيميت كومبوننت. تكلمنا في كل مشروع يدرس دراسة جدوى ومدى جاذبيته للمنفعة، وهل في منفعة أصلا. دراسة الجدوى طبعا في الأخير هي دراسة منفعة، يعني أنا عشان أحدد إن في منفعة لازم أعمل دراسة جدوى للمشروع. Quantify the business case تكلمنا فيها، وهو بناء البزنس كيس حسابيا بناء على سكوب والمتطلبات للمشروع واحتياجاته التي يتم تحديدها ولماذا سيفيد المشروع. ننتقل إلى سلايد، هنا مرحلة ثالثة، يعني سوينا عرفنا المنفعة، بعدين عملنا لها البيزنس كيس كواليتاتيف كوانتيتاتيف، اتخذنا القرار هنا نعمل لها الخطة، خطة تحقيق. طبعا هنا في الخطة يتم اعتماد مكونات البرنامج. أحيانا بعض المشاريع تكون متطلب لمشروع آخر تكلمنا فيها الاعتماديات، لذلك يهمنا هنا ترتيب أولويات المشروع والقيود الكونسترين. الكونسترين نتكلم عنها القيود، بحيث بعض القيود تخلينا أحيانا ما نقدر ننفذ برنامج أو تعطيه أولوية أقل. How to achieve business. إحنا قلنا business realization plan هي how to achieve business. هنا يتم برضو تخطيط control، طريقة التحكم ومتابعة تحقيق المنفعة. هنا نصف كيف سيتم مراقبة ومتابعة المنفعة لضمان تحقيقها حسب الخطة. نروح السلايد اللي بعده. هنا يتكلم عن ترتيب الأولويات، تكلمنا فيها. نرجع للشكل 7-6 حيث يتم وزن المنفعة وقياسها نوعيا بالشكل هذا. كلام مكرر، ما بقي شيء طبعا في المحاضرة أعتقد. هذا آخر سلايد عندي في المحاضرة، بس ببين فكرة. طبعا في بعض السلايدات مكررة، من هنا يبدأ التكرار، يعني في تكرار مرة ثانية. يعني تكلمت أنا عن دورة حياة المنفعة، بعدين تكلمت عنها بالتفصيل، كررت بعض الكلمات، لكن دائما أقول لكم في الإعادة إفادة. في يعني ودي أسوي لكم سمرايز كذا، ملخص لما تم ذكره، وأربط لكم بعض الأمور مع بعض عشان ما تلخبطوا. أول شيء يوم تكلمنا تذكرون عن دورة حياة البرنامج، يوم بدينا المحاضرة بدينا هذا الفصل الدراسي اللي هي Program and Portfolio Management، لأن البعض بدأ يلخبط بين دورة حياة المشروع يا دكتور، عندنا دورة حياة برنامج، والحين دورة حياة منفعة، كيف هذول كلهم يشتغلون؟ أقول لك نعم يشتغلون مع بعض هذول، بس لازم يعني هو ضروري من كل واحد يسوي دورة حياة عشان في الأخير يتقاطعوا مع بعض، لأنه أصلاً أنا ما أقدر أسوي منفعة أوكي إلا لما أسوي لها مبادرة. قد تكون المبادرة هذه مجموعة من المشاريع، فلذلك يجب
نعمل للبرنامج كامل دورة حياة، ولكل مشروع يكون في دورة حياة المشروع تحت. خلونا أول شيء عشان نوضح الفكرة، طبعا أنا قاعد أسوي سمرايز لما سبق من فصول وأشبكه مع هذا الفصل. دورة حياة البرنامج من يذكرها؟ دورة حياة البرنامج كالتالي، بس خلوني أكبر دورة حياة البرنامج. أول شيء البري بروجرام، بعدين إنيشيشن، بعدين عندنا السيت أب اللي هو التنفيذ للبروجرام. طبعا هذه دورة حياة البرنامج. وعندنا بروجرام هنا الدليفري، دليفر المنافع. هنا يتم وهنا بروجرام كلوز، المنفعة هنا تنتهي ويتم تحقيقها خلاص بشكل. وعندنا دورة حياة ايش المنفعة، دورة حياة المنفعة بس برسمها هنا أنا. قلنا تنقسم إلى أربع أقسام، هنا التعريف المنفعة، تحديد المنفعة اللي هي Benefit Identification، هنا تخطيط وتحليل المنفعة، هنا الرياليزيشن، اوكي، والمونيتورينج، وهنا مرحلة الترانزاكشن ترانزيشن. كلهم ينتهون مع بعض هنا، اوكي. هذه المرحلة تعتمد، هي تعتمد على هذه المرحلة. وش معناها؟ معناها أنه أنا لما أبدأ أحقق المنفعة أبدأ هنا أقيسها وأتتبعها لضمان تحقيقها، أوكي. المرحلتين هذه اللي هي تعريف المنفعة وتحليل وتخطيط المنفعة، هي هذه المرحلة. لذلك عفوا هذا الاثنين اللي هي تنفيذ المنفعة، هذول مع بعض شفتوا يتقاطعون، وهذول يتقاطعون مع بعض. هذه هنا طبعا قبلهم كلهم، هذه قبلهم اللي نضع الرؤية والرسالة والأهداف. نبدأ هنا نسوي البيزنس كيس، بيزنس كيس، تحليل نوعي، تحليل كمي، ترتيب أولويات، وضع خطط، وضع مقاييس أداء، كيف نراقب، كيف نتابع، دول مع بعض. لما نبدأ ننفذ نبدأ نطبق المقاييس اللي حطيناها في الـ realization plan، في الـ realization plan نبدأ ننفذ، وإحنا ننفذ أوكي نبدأ نتأكد ونتابع. فلما نبدأ نتابعها عن طريق ما خطط له هنا. طبعا المراقبة والتحكم يتم وضعها المقاييس في مرحلة التخطيط، اوكي. فالسيت اب هنا والدليفري ايصال المنفعة كل هذه مع بعض، اوكي. يبقى هنا، هنا اخر شيء تتحقق المنفعة، زي ما تقول خلاص يعني تم رفع المبيعات، نقول 10%، وفي الأخير راح تصب في الهدف الاستراتيجي، وهي بروجرام. لما يتقفل البروجرام يساوي مرحلة ترانزيشن في الأخير، يتقاطعون مع بعض.
ترانزيشن هنا خلاص اوبريشن يصير عندها يتم دائما. احنا قلنا عفوا معليش معليش قلنا هنا هذه ايه صحيح بالعكس هذول الاثنين مع بعض احنا قلنا خلاص يصير اوبريشن وتبدا يعني هذول الاثنين المفروض يتقاطعون جزئيا مع بعض تكفيلة البرنامج. احنا قلنا بمجرد ان البرنامج يقفل احيانا نسلم المشروع انا ما اقدر اتحكم بالاوبريشن يكون في وحده اخرى نركز على هذا المعلومه فيتقاطعون جزئيا ممكن جزئيا مش كليا يعني جزء من تكفيل البرنامج يدخل في الاوبريشن مثلا زي التدريب والتعليم ووضع المانوال لتشغيل مثلا الاجهزه بعد التسليم الدروس المستفاده كلها هذه تدخل جزئيا يعني كلهم يتقاطعون مع بعض ما عدا هذه المرحله. واتمنى انه انا يعني اكون وضحت لكم الشيء الكثير في هذه المحاضره وربطت لكم الامور فيما بعد. طبعا في الاخير لا يوجد قران منزل واحنا ما احنا رجال آليين والمنظمات تتعرض الى ظروف خارجيه وداخليه فهذه دوره الحياه زي ما هو قال نقطه معينه مره مهمه قال اوفرلاب يعني ممكن تنعاد يعني اوفرلاب يعني زي ما تقول اجايل يعني ممكن ننفذ شغله ونحدثها ومع تحديثها تتحدث معها ثانيه وهكذا ممكن نرجع ونعدل هنا ونمشي ونعدل هنا. لكن في الأخير يهمنا إنه المنفعة تتحقق في الأخير وترجع تصب في رؤيتنا ورسالتنا. وصلى الله على محمد وبارك. أنا شاكر لكم استماع للمحاضرة وإن شاء الله يعني نكون اجتهدنا في إيصال المعلومة بالطريقة الصحيحة. ولو كان في قصور أتمنى يعني أنكم تبينون هذا في محاضرة النقاش عبر استفساراتكم وأسئلتكم. أنا موجود معاكم إن شاء الله في المحاضرة حق الديسكشن يوم الخميس لإيضاح أي نقطة ما كانت واضحة أو أي مفهوم ما وضح لكم. ممكن نأخذ مثال عملي على بعض النقاط اللي هنا. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ونشوفكم في محاضرة قادمة إن شاء الله.